of Al-Ha'iyya, written by Imam Ibn Abi Dawood, may Allah have mercy on him. Translated into English by Uqasha Ibn Abdullah Kamini, the Imam of Masjid Al-Wasatiyya Wal-I'tidal, in both languages, Arabic and English. Al-Ha'iyya. بسم الله الرحمن الرحيم تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصح ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسمح ولا تقل القرآن خلق قراءتان فإن كلام الله باللفظ يوضح وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح كما البدر لا يخفى وربك أوضح وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح يقول ألا مستغفر يلقى غافرا يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فأمنح ومستمنح خيرا ورزقا فأمنح روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان أرجح ورابعهم خير البرية بعدهم علي الحليف الخير بالخير منجح وإنهم والرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس في الخلد تسرح سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح قل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح قل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي في الصحابة تمدح وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح دعامة عقد الدين والدين أفيح ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح ولا الحوض والميزان إنك تنصح وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح وإن رسول الله للخلق شافع وإن عذاب القبر بالحق موضح ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصاه فكلهم يعصي وذو العرش يصفح
ولا تنكرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح مقال لمن يهواه يردي ويفضح ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح ولا تك مرجيا لعوبا بدينه ألا إنما المرجي بالدين يمزح ألا إنما المرجي بالدين يمزح وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح وفعل على قول النبي مصرح وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمو وفي الوزن يرجح بطاعته ينمو وفي الوزن يرجح ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه فأنت على خير تبيح وتصبح إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه فأنت على خير تبيت وتصبح فأنت على خير تبيت وتصبح